الإحصاءات بتتحدث عن 68 دينار شهريا للفرد حد الفقر. وإذا تحدثنا عن الأسرة الأردنية في هناك يعني بنحكى عن الأسرة الفقيرة، بالمناسبة أكبر بالأسرة الغنية في المجتمع الأردني. فإذا بدنا نحكي عن الأسرة اللي بيشتغل فيها شخص واحد وعددها 7 أفراد، يعني عم نحكي عن حوالي 460 دينار تقريبا شهريا. وإذا بدنا نحكي عن معدلات التضخم اللي تمت خلال السنتين الأخيرات أو 3 سنوات ما بعد الدراسة، بنحكي عن أنه الرقم يعني لامس أو تجاوز 500 دينار اللي هو حد الفقر. ورقم 500 دينار في واقع الأردن رقم كبير، خاصة إذا ما علمنا بأنه في هناك يعني الأجور. دراسة أخرى في دائرة الإحصاء تتحدث عن الأجور. دراسة بتقول أنه 90% من العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص رواتبهم تحت 500 دينار. فإذا 90% من العاملين بأجر هم على حد الفقر، معنى ذلك يعني على الأقل إذا بدنا نكون دقيقين يعني اللي للأسر اللي بيشتغل فيها واحد، حتى نكون يعني فيها شوية دقة العملية. معنى ذلك أنه 14% يعني رقم كثير متواضع. معدل الفقر في الأردن 14% رقم كثير متواضع. مفروض أكثر يعني مقارنة مع الأرقام المقدمة. إذا دققنا بالرقم يفترض أنه نسبة الفقر في الأردن أعلى. بالمناسبة في أمريكا 14% أو 15% في أمريكا. عفواً مش أقل من 25. أنا بقول الفقر في هناك دراسات لمؤسسات اجتماعية تتحدث عن هي مؤسسات. مؤسسات نعم في هناك أرقام، بس إحنا يعني عم نتحدث عن رقم رسمي. لكن بنلاحظ إنه هذا الرقم يعني مش دقيق للاعتبارات اللي أيضا موجودة، يعني ليس يعني من باب التشكيك، لكن لأرقام موجودة أخرى تتحدث عن هذا الموضوع. وبنفس الوقت بنتحدث بأنه الحد الأدنى للأجر 190 دينار. عندما بنقول إنه يعني الأسرة بدها 500 دينار بنحكي عن الحد الأدنى 190 دينار. فيعني في الوقت اللي ما في ضبط للسوق، سوق العمل كمان، خذ النقطة المهمة في الموضوع. معنى ذلك أنه العامل اللي عنده أسرة واللي بده يدور على 500 دينار في الشهر ما راح يلاقي له فرصة عمل، لأنه راح يلاقي عامل أجنبي غير أردني يشتغل ب 200 دينار أو 250 أو 150 كمان ممكن. وبالمناسبة والسيدات يمكن بيعرفوا هاي المسألة أكثر مني، عاملات بيشتغلوا جامعيات في مدارس خاصة لغاية الآن بياخذوا أقل من الحد الأدنى، بياخذوا 100 دينار و120 و150 دينار. وأنا سامع على في الإذاعة كذا مرة بيتصلوا بيقولوا إحنا مدرستنا اسمها كذا وهذه المدرسة بتصرف رواتب كذا وكذا وكذا وبدنا يجوا يعني أقل من الحد الأدنى بكثير، 100 و150 و120. وهذا موجود طبعا. اذا هذا اذا بنحكي عن جامعيات، بنحكي كمان عن عاملات بتشتغل في قطاعات مختلفه، منها مثلا قطاع النسيج على سبيل المثال، الخياطه والنسيج والملبوسات، وخاصه في هذه المنطقه اللي كانت تسمى الكويز هاي كواليفايد نسيج. هذه المنطقه كانت تشتغل عاملات من جنوب الاردن، يجيبوهم من مناطق نائيه فقراء يامنوا لهم سكن متواضع جدا ويعني لا يصلح للسكن البشر، ويعطوهم رواتب بحدود 100-120 دينار، ويستغلوا بؤسهم وظروفهم وفقرهم. هذا بيجري في الأردن، بيجري في ظل يعني غياب الرقابة، غياب الرقابة الحكومية. وما في صلاحيات لمؤسسات اجتماعية، يعني هذا بيجري في الظل يعني عدم وجود نقابات. بدينا نتحدث عن النقابات في أوروبا، يعني هناك في أوروبا بيجوز، ما هذه مسؤولية النقابات أن تدافع عن عمالها، لكن في بلادنا لغاية الآن النقابات لم تأخذ هذا الدور
ونقابات ضعيفة وعاجزة وغير مؤهلة وتحتاج إلى سنوات كمان. إحنا بنعلم إنه مسائل مش كبسة زر مجرد إنه صار عنا مليون عامل ولا مليون ونص معناته عنا حركة نقابية قوية صار. لا، هذه يعني تحتاج إلى سنوات يعني ثقافة ووعي، إضافة إلى إنه كمان تحتاج إلى قوانين تسند هذا الجانب. لذلك إنه في عنا هذه المظاهر البائسة في بلادنا واللي ما حدا يعني بنتبه إليها. طبعا يعني البطالة هي بجوز من أهم أسباب الفقر، أهم سبب طبعا من أسباب الفقر هي البطالة، لكن في هناك أسباب أخرى. يعني طبعا لما بكون عاطل عن العمل معناته يعني الفقر النهائي يعني ما في دخل. ونسبة معدل البطالة للأسر الفقيرة 27%، ولغير الفقراء 17% البطالة، ونسبة البطالة بين الشباب 42%، وهذا رقم مرعب. لما بتكون نسبة البطالة بين الشباب 42%، يعني الواقع انه هذا شو بدي اقول يعني الله يستر، بس يعني احنا يعني امام حالة ممكن في اي لحظة تكون متفجرة، ولذلك لابد من معالجة هذه الظواهر، لابد من معالجة هذه الظواهر بشكل بحيث انه يعني نجنب البلاد يعني اي احتقانات. واحنا بنشوف الان الاحتقانات اللي عم نشوفها في الجامعات ونشوفها في المجتمع المحلي، انا ما بقدر اعزلها عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي. هلا في اسباب عديده يعني مش سبب وحيد، بجوز يعني ممكن نحكي عنها بعد لحظه. بس انا لفت انتباهي شغله مهمه، وهنا يعني موضوع الارقام تبع دائره الاحصاءات. يعني في الوقت اللي كان عندنا نمو اقتصادي في سنوات 2007 و2008، 8-2 و7-2 في سنوات 2007-2008، بعد ذلك تراجع النمو في الأردن من 2009 إلى غاية الآن. كانت البطالة في الأردن أقل أعلى مما كانت عليه لما عندما تراجع النمو الاقتصادي وصار 2.7. كيف؟ لما بكون عندنا نمو اقتصادي 8% تكون البطالة 13%، لما بكون عندنا النمو الاقتصادي 2.7 تكون البطالة 12%، بتتراجع البطالة. كيف يعني؟ يعني اقتصاديا كيف بدها تصير؟ عادة كل ما صار في نمو اقتصادي في الدولة كلما خفضت البطالة، وكلما العكس هو صحيح، كلما تراجع النمو الاقتصادي كلما زادت البطالة. إذا في شيء غلط. هلا ممكن الغلط في الأرقام، ممكن الغلط كمان باللي كنا نحكي فيه قبل لحظة، عدم ضبط السوق، سوق العمل، انه وجود عمالة اجنبية عم تحتل مكان العمالة الاردنية، فبتطلع الارقام مختلفة. هلا يعني انا ما بدي يعني احطها بجانب واحد، لكن في حالة خطأ، هذه الحالة يجب معالجتها، سواء كان ناجمة عن يعني دراسات غير دقيقة لدائرة الاحصاءات او ناجمة عن عدم ضبط السوق. لكن في خلل، لا يمكن ان يقبل اقتصادي انه النمو الاقتصادي عندنا مرتفع بنخفض والبطالة بتنخفض. بالعكس، نمو الاقتصادي بنخفض البطالة بتزيد، وهي ظاهرة عامة إلا إذا كان في عوامل أخرى دخلت. هذه يعني العوامل يفترض معالجتها. تكنولوجيا بتحل محل الأيدي العاملة. هذا صحيح، هذا صحيح، بس هذا في أوروبا. عندنا في بلادنا ما في تكنولوجيا بمعنى أنا حلت محل العمالة في بلادنا، يعني ما لاحظنا. هلا بالعكس يعني إحنا للأسف الشديد يعني ياريت هذا الحكي على مساوئه من الجانب الاجتماعي والإنساني، لكن بجوز يكون له جانب ايجابي انه بيعمل تطور.